بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، نتابع اليوم سلسلة خفايا عالم الجن، هذا الكائن الغريب الذي تحدث عنه القرآن كثيرا. فاسم إبليس ذكر 11 مرة في القرآن، والشيطان والشياطين ذكروا 88 مرة، 88 مرة. إذن عدو يجب أن تحذره. اليوم سنناقش قضية هي مسار جدل بين العلماء والفقهاء وبين العلم الحديث، هل الجن يستطيع أن يتلبس الإنسان؟ هل الجن يدخل داخل الإنسان فيعيش ويتحكم بتصرفاته وسلوكه ويأمره وينهاه ويسيره إلى آخره؟ هل الجن يمكن أن يصيبك بالمرض؟ الحقيقة هذه الأسئلة سوف نكتشف الإجابة عنها من القرآن العظيم ومن السنة النبوية المطهرة. القرآن أيها الأحبة أعطانا قانون إلهي رائع جدا. يقول الله تبارك وتعالى عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شرطين. إذن أي إنسان يؤمن رقم واحد ويتوكل على الله رقم اثنان، لا يمكن للشيطان أن يكون له سيطرة على هذا الإنسان المؤمن. فإذن مفتاح أو سلاح مقاومة الشيطان والتخلص من شره التوكل. التوكل سلاح عجيب جدا أيها الأحبة. طيب إذن من الذي يستطيع الشيطان أن يمسه؟ من غفل عن ذكر الله؟ من أصابته وساوس الشيطان وفقد التوكل على الله؟ يعني هناك أناس أيها الأحبة تجده يلهث وراء الأسباب، إذا مرض يلهث ويحزن ويسرع ويحمل الهموم ويخاف من الموت، مع العلم أن الموت يعني لقاء الله. يخاف من الألم، يخاف 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 من الناس، يخاف من الفيروس، يخاف، حياته عبارة عن خوف. طيب هذا فقد التوكل على الله فاستلمه الشيطان، سيطر عليه. إذن أنت أمامك طريقين أخي الحبيب، انتبه معي رجاء. طريق التوكل على الله وطريق سيطرة الشيطان عليك. فإما أن تسلم نفسك لله أو تجعل نفسك فريسة سهلة للشيطان. فالتوكل على الله هو علاج وساوس الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب إنسان يأتي يقول لك أنا أشعر أن الشيطان يسيطر علي، نقول له توكل على الله. انظر إلى سلوكك، هل تتوكل على الله؟ إذا أصابك أي شر هل تحمل الهم وتحزن وتكتئب وتخاف؟ إذن أنت لم تتوكل على الله، لأن التوكل على الله يعني عدم الخوف. سأعطيكم مثال أيها الأحبة. لنفرض أن هناك إنسان يثق بملك من ملوك الأرض، وقال له هذا الملك: أنا سأحل مشكلاتك، سأقضي دينك، سأحل لك هذه المشكلة، واذهب ونم قرير العين. طبعا هذا الإنسان إذا توكل على هذا الملك وكان واثقا منه سيذهب وينام بملء عينيه ويشعر بسعادة غامرة. إذا كان لا يثق بهذا الملك ولا يعني وليس متأكدا أنه بالفعل سيحل مشكلته،
سيبقى في حالة قلق وحالة خوف وهم وحزن واكتئاب. هذا ما يحدث معك أخي الحبيب إذا كنت تعاني من مشكلة لا تجد لها حلا فتسبب لك القلق والحزن والخوف من المستقبل. الخوف من الدنيا مصدره الشيطان، والخوف من الله مصدره الله عز وجل. لدينا آية رائعة تلخص لنا هذا المفهوم أحبتي في الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الشيطان يخوف أولياءه، ما معنى أولياءه؟ الذين يثقون به ويتوكلون عليه. طب الآن إذا سألنا أي واحد يقول لك أنا لا أتوكل على الشيطان ولا أحب الشيطان أيضا ولا أثق به، طب أنت سلوكك هذا يرضي الشيطان؟ أنت الآن تغش في تجارتك، يأتيك شخص يسألك سؤالا تعطيه معلومة كاذبة لتروج لهذه التجارة، طب أنت ترضي الشيطان؟ إذن هذا اتخذت الشيطان وليا لك من دون الله، لأن الشيطان يأمرك بالغش. طب أنت تمشي في الشارع وترى امرأة كاسية عارية أو ترى مظاهر فاتنة حرم الله النظر إليها، الله يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، ويقول النبي لنا النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، والشيطان يقول لك انظر. فأنت أمام خيارين، فعندما تمشي في الشارع وتنظر إلى ما حرم الله، هل أنت اتخذت الله وليا قدوة لك أم اتخذت الشيطان قدوة لك؟ يعني الشيطان لن يأتي أخي الحبيب، لن يأتي الشيطان ويجلس على كرسي بقربك ويقول لك اعصي الله، لا، الشيطان يوسوس، له قدرة على الوسوسة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، توسوس للكافر. أنا كيف أتخلص من وساوس الشيطان؟ من خلال اتباعي لتعاليم الملك سبحانه وتعالى. الله يأمرني أن أقول للناس حسنا، يأمرني أن أغفر، أن أصفح. يقول سبحانه وتعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والنبي يقول لي لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فعندما يذهب أحدنا وزوجته مثلا تتكلم بكلمة لا ترضيه فيغضب وينفعل وربما يشتم ربما يكفر ربما ربما، طيب أنت هل اتخذت الله وليا والنبي وليا عليه الصلاة والسلام أم اتخذت الشيطان قدوة ووليا لك؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ما معنى يتولونه؟ يعني الله يقول لك أقيموا الصلاة، يؤذن ولا تتحرك إلى الصلاة. إذن أنت من الذي أطعت الآن، الشيطان أم الله؟ أطعت الشيطان. إذن الشيطان قدوة لك فهو ولي لك، يأمرك فتستجيب له. الشيطان يوم القيامة سوف يقول لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني الشيطان، هل رأيتم شيطانا يمسك بإنسان ويأخذه ليشرب الخمر؟ لا، دعوتكم فاستجبتم لي. إذن القضية أن هذا العدو اللدود لك يدعوك، يقول لك ارتكب الفاحشة فترتكب الفاحشة، وتنسى أن الله يقول لك ولا تقربوا الزنا،
إذا أيها الأحبة، ومن يتخذ الشيطان وليا دون الله. لذلك كلمة ولي هنا لا يعني أن الشيطان يجلس معك ويقول لك افعل ولا تفعل، لا، هو يدعوك أن تسيء معاملة غيرك، يدعوك أن تظلم زوجتك أو ابنك، يدعوك أن تسيء لجارك، يدعوك أن تغضب لأشياء تافهة دنيوية. الله يريدك ألا تغضب، الله يقول لك فليعفو وليصفح، أمر من الله، يجب عليك أن تغفر. إنسان أساء إليك لم تغفر له، إذن أنت اتبعت الشيطان. هذه القضية بكل بساطة. الأمراض التي تصيبنا من الشيطان أيها الأحبة تصيب معظم الناس الذين يعتبرون أنفسهم مؤمنين، وبالتالي من السهل على الشيطان أن يسيطر على هذا الإنسان ويتحكم بسلوكه. وطبعا لا يتحكم، هو يدعوك فتستجيب له، هذه هي المعادلة. إذن هنا يجب أن نصحح مفهوم تلبس الشيطان. الشيطان لا يتلبس الإنسان المؤمن المتوكل على الله الذي قلبه معلق بالله وليس بالدنيا. الشيطان يريد الدنيا، الله يريد الآخرة. الشيطان يريد الدنيا وزينتها. الله تعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله عز وجل يقول والله يريد الآخرة. طيب أنت من تتبع؟ إما أن تتبع الله عز وجل أو تتبع الشيطان، هذه هي المعادلة حقيقة. إذن أيها الأحبة، الشيطان لا يمكن أن يتلبس الإنسان المؤمن الذي يتوكل على الله، ولكن يمكن أن يمس هذا المؤمن بطائف نزغ، لحظة، لمحة. مثال على ذلك سيدنا أيوب ماذا قال؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لماذا سميت العملية مسا؟ لماذا أيها الأحبة؟ الذي يمس يلمس دليل على سرعة الحركة، سرعة الفعل. لم يقل لك إن الشيطان يمسك بالإنسان ويسيطر، قال مس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، آكل الربا. هذا آكل الربا أيها الأحبة يتخبطه الشيطان من المس، يعني الشيطان يقول له افعل كذا، انظر إلى ما حرم الله، كل الربا، لا تفعل الخير مع الناس، فضل نفسك عن الآخرين، ولو مات الآخرون لا مشكلة، امنع الخير عنهم، كذا كذا. فهذا الأمر إذا كثر المس يتحول إلى سيطرة شاملة للشيطان، ويتحول إلى سلطان. ما معنى السلطان؟ يعني تحكم، يتحكم بالإنسان. سلطان يعني سيطرة تامة. طيب سلطان الشيطان على من يجري؟ إنه ليس له سلطان إلا على الذين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. يعني إنسان يؤمن ويشرك بهذا الشيطان ويقتنع بكلامه ويتبعه، فهذا أيها الأحبة يسيطر عليه الشيطان. المؤمن يمسه الشيطان مسا خفيفا كما مس سيدنا أيوب، إني مسني الشيطان. لذلك سيدنا أيوب من الخطأ أن نقول إن الشيطان سيطر عليه، لا، الشيطان كان يأتيه في لمحة يريد أن يضله ويقول له لا تصبر لأنك لن تشفى، أنت ستمرض للأبد، أكفر بالله ستشفى. يأتيه هذا الطائف المس، مس يعني جزء من ثانية،
وهذا الأمر يحدث حتى مع المؤمن، ولكن المؤمن مباشرة يعود إلى الله، يذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم هكذا طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكر على الفور أن الله يراه، يتذكر على الفور أن الله يراقبه، يتذكر على الفور أن الله قوي عزيز، يتذكر على الفور أوامر الله ونواهيه. ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تجسسوا، ولا هذه النواهي عندما تضعها في رأسك أنت وتطبقها أنت تتولى الله، أي تتخذ الله قدوة لك. وعندما لا تطبق هذه الأوامر والنواهي أنت تتولى الشيطان، فيصبح الشيطان قدوة وقائدا لك. علمتم أحبتي في الله؟ إذن القضية هنا، القضية الجوهرية التي ينبغي أن ننتبه لها، أنه لا يوجد تلبس للشيطان أو سيطرة كاملة أو سلطان للشيطان إلا على إنسان فقد الثقة بالله، لا يتوكل على الله. ولو كان يستمع للقرآن، الشيطان يأتيك في الصلاة وأنت تصلي يأتيك. وقلنا في اللقاء السابق عرش إبليس على البحر، طبعا هناك من يقول هو في مثلث برمودا وكذا، هذا الكلام غير مثبت علميا، ولكن قد يكون له عروش، ليس واحد فقط، ليس عرش واحد، عروش منتشرة، يبعث سراياه من الشياطين ليضل الناس. فمن يذهب ليغضب إنسانا فيطلق زوجته يقول أنت المقرب. لو كان الشيطان له سلطة على البشر لذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأضله، ولكن هذا غير صحيح. لجاء إلى إنسان يدعو إلى الله وأضله مثلا وجعله يكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن الشيطان يأمرك بالفاحشة والزنا والبعد عن الله، ويأمرك بحب الدنيا ثم يتخلى عنك عندما يأتيك الموت، يتخلى عنك تماما. من هنا أيها الأحبة نستطيع أن نقول يجب أن تكون في حذر دائما من هذا الشيطان ومسه، ينبغي أن تكون حذرا من أساليب الشيطان الخبيثة. والآن أحبتي في الله دعوني أنتقل معكم لآية مهمة وسلاح قوي تحدثنا عنه في اللقاء السابق، وهو الاستعاذة من شر الشيطان. يجب أن تكون دائما الاستعاذة من شر هذا الشيطان لتحصن نفسك. أنا بالنسبة لي لا يهمني إن كان الشيطان سيطر على فلان أو أخاف فلانا، المهم أنني أتوكل على الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قضية بسيطة والله أيها الأحبة، طبق تعاليم القرآن، ليست صعبة، وتعاليم القرآن كلها لمصلحتك أيها الإنسان. يعني الله عز وجل أمرك أن تبتعد عن الفاحشة والزنا والشذوذ ليضمن لك حياة سعيدة خالية من الأمراض، أمرك أن تتجنب الخمر وتنتهي عنه ليبعدك عن شر المرض، أمرك بعدم التجسس ليبعدك عن الاكتئاب، لأن الاكتئاب التجسس يورث الاكتئاب ومشاكل نفسية أخرى، أمرك بالصلاة لأن الصلاة صحة وقوة لك ولها فوائد نفسية كثيرة وطبية أيضا وجسدية، كل ما أمرك بالصدقة، وقلنا
الصدقة لها فوائد نفسية كثيرة، وهي مصدر السعادة بالنسبة للمتصدق أو من ينفق في سبيل الله. إذن أحبتي في الله، مفتاح التخلص من الشيطان هو التوكل على الله وتطبيق أوامر الله. ما معنى آمنوا؟ ما معنى الذين آمنوا؟ ما معنى آمنوا؟ يعني أنت تفتح القرآن والله سبحانه وتعالى يقول لك: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ثم تصادف شخصا فتتلفظ معه بالشتائم وأقبح الألفاظ. إذا أنت غير مؤمن بالقرآن. ما معنى مؤمن؟ أي مقتنع. أنا أؤمن أن هذا ورائي اسمه بحر، فأنا لا أرمي نفسي في البحر لأنني مؤمن أنه بحر عميق. طيب، أنت مؤمن أن الله أمرك أن تتجنب الربا وقال لك: يمحق الله الربا، ثم تذهب وتأكل الربا أو تطعم الربا. طيب إذن أنت غير مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم عندما يطلب منك هذا الأخ مساعدة لا تلبيه ولا تريد له الخير وتعصي أمر النبي، إذن أنت إيمانك لم يكتمل. إذن أنت لم تؤمن بكلام النبي، لم تقتنع بكلام النبي. مثال آخر أيها الأحبة، أنا أقول لك: بعد نصف ساعة ستأتي عاصفة من وراء هذا البحر، اذهب واجلس في بيتك، هذه العاصفة ستلتهم الأخضر واليابس مثلا. إذا لم تستجب لكلامي فأنت غير مقتنع، صحيح؟ فالله عز وجل عندما يقول لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم تكذب، إذن أنت لم تؤمن بكلام الله، إذن أنت لم تقتنع بكلام الله ولم تطبق كلام الله، وتعتقد أن هذا الكلام لا قيمة له وتخالف أمر الله. إذن أنت اتخذت الشيطان وليا من دون الله. ما معنى ولي؟ الولي هو الذي يأمر فيستجاب له. الولي هو الذي يتولى أمرك، يتولى شؤونك، هذا هو الولي. يقول لك: كل الربا، تأكل الربا. يقول لك: إن النظر للنساء شيء جميل وممتع، تنظر للنساء بما حرم الله. يقول لك مثلا: اكذب لكي تحصل على نتائج معينة، فتستجيب وتكذب. فأنت الذي تولى أمرك هنا هو الشيطان. فإذا أنت اتخذت الشيطان وليا من دون الله، تستجيب لأوامره. فاليوم يأتيك شخص مثلا يضع القرآن ليلا نهارا يستمع، وهو لا يفهم شيئا ولا يتدبر ولا يخشع ولا يبكي مع القرآن، ويقف للصلاة وهو يفكر بأشياء أخرى، إذا صلاته لا قيمة لها واستماعه للقرآن لا قيمة له. يعني القرآن عندما نستمع له يجب أن تخشع قلوبنا، تهتز، يجب أن نتدبر ونفهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم هذا الشخص يأتي ويقول لك: أنا لدي وساوس وأصابني السحر وأنا مؤمن. لا، أنت لست مؤمنا حقيقيا، أنت مؤمن بالشكل الخارجي، أما حقيقة أنت غير مؤمن. المؤمن هو الذي يثق بكلام الله ويطبق كلام الله ويتوكل على الله. يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول لك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تمام؟ عندما يمسك ضر تلجأ إلى فلان وفلان وفلان، وآخر شيء آخر من تلجأ له هو الله. إذن هل هذا اقتناع بكلام الله؟ هل أنت آمنت بكلام الله؟ لا. إذن أخي الحبيب، يجب أن ننتبه، القضية ليست
إنسان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويستمع إلى القرآن أصبح مؤمنا تقيا ورعا؟ لا. الملحد يمكن أن يضع القرآن ويستمع له، والمنافق يتوضأ ويصلي ويلتزم بالسنة الظاهرية أكثر مني ومنك، وهو منافق في الدرك الأسفل من النار. إذن هل هذا نقول إن الشيطان لا يمسه؟ لا. إذن علاج المس وعلاج سيطرة الشيطان عليك من خلال تطبيق تعاليم القرآن، تطبق تعاليم الله سبحانه وتعالى. لذلك عالم الجن أيها الأحبة عالم ضعيف، صحيح لديه قدرات خارقة ولكن سلطانه ضعيف عليك، كيده ضعيف، لديه قدرات يصعد إلى السماء. هناك سورة كاملة اسمها سورة الجن، سنتأملها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. لديه قدرات خارقة، عفريت من الجن ذهب إلى اليمن إلى سبأ وأحضر، وكان يستطيع أن يحضر عرش بلقيس آلاف الكيلومترات في ساعات قليلة. الذي عنده علم من الكتاب كان أقوى منه، كان إنسان بشر ولكن عنده علم من الكتاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني طرفك قبل أن يرتد يأتيك به، سبحان الله. لذلك أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء، الشيطان لا يستطيع أن يسيطر إلا على من يتولاه وينسى تعاليم الله ولا يطبق شيئا من القرآن، هذا يتولاه الشيطان ويسيطر عليه. المؤمن يمكن أن يمسه شيء من الشيطان، فعليك أن تستعيذ بالله. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصر فورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن ذكر الله هو السلاح القوي الذي أنت تستخدمه ضد هذا الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مزالق الضلال والهوى، وأن يبصرنا بهذا العدو الذي يترصد بنا ويعيش معنا، وأن نتعلم ونتمكن من أن نتجنب أضراره ومشاكله وشركه وكفره. إن الله على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.